كانش في وقت ان احنا نتكلم فن. انا بيني وبينك والله احنا ما خسرنا فنيا، احنا فنيا ممكن نكون احسن من كده، لكن انا في اعتقادي الشخصي في بعض اللعيبه امكانياتها ممكن يكون امكانيات اللعيب صغيره، لكن لو عنده اصرار وروح هتلاقي امكانياته قد كده، وده اللي كان ناقصنا ان احنا وقفنا على الامكانيات الصغيره والروح القتاليه ما كانتش موجوده للاسف. وانا زي ما بقول لك انا ما بعفيش نفسي من السؤال، لكن انا حاولت بقدر الامكان واتكلمت مع اللعيبه وقلت ان انا عايز اخد اللعيبه واتكلم معاها واشدها، لكن في امور طبعا وانا مش المسؤول الاول يعني، هو في طبعا الراجل كان انا بالنسبه له راي استشاري هياخد بيه هياخد مش هياخد، لكن عشان الناس ما تقول طب انت ما طلعتش ليه يا كابتن هاني ليه ما مشيتش مثلا، ممكن الناس تقول لك انت لما شفت كده ليه ما مشيتش، انا بقول للناس انا راي استشاري، انا بقول اللي شايفه من وجهه نظر، لكن هو صاحب القرار، مش كل واحد هيكون في نقاش بينه او في يعني راي بينه من مديره هيستقيل. يعني انت كراجل الراجل تاني بتقول بتاخد والله انا رايي 1 2 3 الراجل يقول لك اوكي هاخد دي او مش هاخد دي، فانت في جميع الاحوال لازم تحترم رايه لان هو اللي سايق.